يا رب يا ساتر. انت عزيز المشاهد وانت عزيز المشاهد، لو الفيديو ده وصل 10,000 لايك هوزع 10 رويال باس. فلو انت بقى جديد في القناة فعل الجرس واشترك في القناة واديني لايك للفيديو ده. يلا رجالة نخش على الفيديو. السلام عليكم، ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ جالكم النهارده في فيديو جديد، بس قبل اي كلام خلونا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا بقى اصحاب، هنعمل النهارده فيديو تحدي الاسكنات. ضد مين بقى يا جدعان؟ ضد جبل يا جدعان. فعايزين ده يا جدعان بصوا الفيديو ده يطرش لايكات، عايزين نوصل كام يا جبل؟ يعني بالميت يا اخواتي 50,000 لايك ولا خلاص يا صاحبي، الفيديو ده لو جاب 10,000 لايك هوزع 10 رويال باس على المتابعين بتوعك. يبقى كده يا جدعان 10 رويال باس منه و10 مني، يا نهار اسود 20 رويال باس يا جدعان. يلا عمي مستني ايه؟ انزل دلوقتي ادي لايك، واعرف لو انت ما عملتش لايك الشيطان كد منعك، فانزل دلوقتي ادي لايك. ولو انت بقى جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس يا زميلي، احلى مسا عليك. لو انت انا حابب تنضم لعيله ابو المأمين ها. يلا رجاله تعالوا نخش على الفيديو. المفروض بقى يا عم جبل ان انا دلوقتي هلبس لك لبسه، لو مش معاك بيتحسب لي نقطه، ولو معاك بيتحسب لك نقطه، وهكذا. وليك انك تلبس 5 بدلات، 3 شنط، 3 خوذ، 3 اسلحه، تمام؟ يلا رجاله انا هبدا وهلبس له لبسه مش مع حد. يلا بص يا عم جبل، انا بتحداك دلوقتي ان اللبسه دي تبقى معاك. يا مسهل الحال يا رب. يا رب يا رب ما تبقى معاك يا جبل، بس انا متاكد انها مش معاك. عارف ليه؟ دي ليه يا صاحبي؟ ما اعرفش، بس ايه اللي مخليك متاكد يعني؟ معاك دي يا جبل؟ مش مع حد. استنى اشوف. مش مع حد يا عم جبل، يا جبل مش مع حد. يو بقى يفضل يدور لي. كانت معايا على الاكونت، كانت معايا في الاكونت التاني. ماليش دعوه، اكونت تاني بقى، اكونت مش تاني كده. 1-0 ليه يا معلم؟ يلا يا زميلي البس لي اللبسه. يلا انا جاهز، انا جاهز. خلصان يا رب. انا هلبس لك لبسه انا متاكد انها مش معاك. معايا ان شاء الله، بس يا رب. يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. مش معايا، مش معايا معاك يا صاحبي. مش معايا، مش معايا على طول. اضحك واحد واحد، انا هخليك تضحك بقى دلوقتي. يلا يا جبل، يلا يا جبل، يلا يلا. معاك دي قرب؟ ايوه. توبس يلا توبس يو. لا مش معايا. 2-1 يا واد. كنت معايا الاكونت التاني. 2-1 وريني اخرك. ماشي طب يلا 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 يلا، انا هلبس لك لبسه. كده 2-1 يا جدعان، هد كويس. لو طلعت معايا ماشي، وريني وريني، ما بحبش انا بتكلم كتير، وريني على طول. ده مسك دين؟ مسك. يا ربنا موجود. اهي 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 كده. 2-3 يا عم. ايه يا عم؟ ايه ايه؟ مش والله ما هي تحور. 2-2. شوف يا جدعان بيخم اهو. تمام 2-2 يا معلم. تمام. معاك ده يا جبل؟ يلا يلا انا هحط عليك دلوقتي. معاك دي؟ يلا يلا. مش معاك، مش معاك. لا مش معايا. 3-2 على طول. مش معاك. طيب تعالى لي تعالى لي يا رب يا جدعان. يا رب كبسوا يا جدعان بسرعه. معاك دي يا صاحبي؟ ولا انت عمال تجيب لبس غريب ليه؟ ده مسك؟ دي مسك برضه، خلي بالك. وانا اللي كنت مفكر جبل خصم ضعيف؟ يا نهار اسود. مش معايا. 3-3؟ كده 3 اولى صح؟ 3. طب بنج، طب تعالى بقى كده، انا مش هحلك. دي مش معاك، واحلف دلوقتي انها مش معاك. يلا. استنى اشوف. مش معاك، انا بقول لك احلف. دي مسك؟ اه مسك. ومش معاك. لا مش معايا. لا مش 4-3. 1% بس اللي بيبقى مع اللبسه دي. 4-3. يلا يا زميلي. يا رب يا رب. طيب تعالى لي بقى حماد. يا رب تعالى لي تعالى لي. معايا يا اسطى اللبس ده يا جدعان، بيجيب لبس وربنا غريب. مش معايا يا عم. قبل ما اشوف. مسك يا صاحبي. ده نهار اسود. يلا ادي 4. لا يا جدعان مش هينفع اجيب نقطه، اجيب نقطه قصادي. طب معاك دي؟ مش معاك. يا رب يا رب. دي مسك؟ اه مسك. استنى اشوف. يا رب يا رب. معايا. مش معاك يا زميلي. مش معايا. لا يلا كده 5-4 ليا. اخر نقطه ليك يا معلم، اخر نقطه ليك في البدل. يا رب تبقى معايا بقى يا رب. ادعوا يا جدعان في الكومنتات يا جدعان. يلا معلم. ده مسك؟ مسك. اهي احلى مسا عليك يا زميلي. لا لا مش كده. اتحورت. 6-4 يا حبيب قلبي. بطل يا حبيبي، بطل الشغل ده يا جدعان. هي ولا لا يا جدعان؟ ما تحلفش هتخش الجنه. يلا والله ما هي. يا نهار اسود والله العظيم ما هي.
طيب تمام كده خرجنا يا جدعان من البدل 5-5. طيب يا معلم يلا تعالى نخش دلوقتي في الخوز. تعالى لي يا زميلي انا احط عليك في الخوز. معاك داي؟ ماشي حاجة. مش معاك. انا اظهر لك العلم. مش معاك. استنى اشوف يا عم. وانت حشمت على طول. استنى اشوف. مش معاك بقول لك. استنى حبيبي استنى بس اشوف. 6-5 هيجي يقول لي دلوقتي. هيجي يقول لي دلوقتي 6-5 اهو. طيب تعالى لي. 6-5 ليه؟ يلا. ماشي يلا. ده انا هاي حبيب اخوك. ايه رحت ايه؟ 7-5 يا جدعان. اديله ادي 7-5 اول نقطه يا جدعان. يلا تعالى لي يلا تعالى لي 7-5 يا جدعان. كده ليا نجيب له بقى حاجه تقيله بقى مش مع حد. نجيب مثلا نختار يا جدعان حد كده. يا رب ما تبقى معاك يا رب. انا 7-5 دلوقتي. لا مش معايا. 8-5 يا زميلي. قلت لك خصم ضعيف مش هتسد. يلا طيب تعالى. يا رب تبقى معايا بس يا رب. دي يا صاحبي. يا نهار اسود. تقريبا مش معايا. تقريبا. استنى. لا مش معايا. كده 8-6. 8-6. تمام. اخر خوذه ليا وليك. يا جدعان نجيب له انهي واحده يا جدعان؟ هدي كده؟ مش معاك يا جبل. يلا يلا. الطعام على امي ليه طيب؟ انا بقول لك 9-6. مش معايا. لا طبس يلا 9-6 يو البس. يا نهار اسود ومهبل. ايه دي يا مش معايا يا عم. كده يا جدعان خرجنا من الخوز 9-7 ليا. ان شاء الله ما اعملش رومنتادا في الشنط. يعني ان شاء الله ما يعملش معايا رومنتادا في الشنط. يا رب ما تبقى معايا اللي انا لابسها. يلا معاك اللي انا لابسها. لا ما تجيبليش شنط ميسك بقى. ماليش دعوه. لا هو انا معايا يا عم. بس خلاص 10-7. يلا اول شنطه لك. انا ماشي. تعالى لي بقى هات لي اخرك عشان مش هحلك. انا هوريك صح. ماشي وريني. اخرك فاضي يا اخي. انا هوريك يا عم. مش فاضي. ماشي. لا هتشوف يا عم. يعني هتعمل رومنتادا يعني؟ يا نهار اسود. هاي اللي معايا دي. لا تقريبا. لا مش معاك. يلا معايا يا حبيبي. ايه هي دي؟ لا مش هي. فين صح؟ مش هي. طيب يا معلم. طيب يا معلم كده 10-8 ليا. تمام. معاك بقى يا زميلي الشنطه دي ولا لا؟ معاك ولا لا؟ يا ربي 11-8. البس الشنطه الثانيه يا زميلي. 11-8 كده ليه يا جدعان؟ ركزوا في النقط كويس. طيب معاك دي يا صاحبي؟ مش معايا. قبل ما ادور مش معايا. خرب بيتك يا اخي والله كدا. بيجيب حاجات غريبه كده. 11-9 الواد ده يعمل مرتبه اللي هي. طب يا جدعان عايزين نلبس له حاجه مش معاه خالص. يعني مثلا يعني بص انا يعني دي مش مع حد. معاك دي؟ مش معاك. وانا بقول لك اهو 12-9 ولا ايه؟ 12-9. لا مش معايا. 12-9 عيب عليك. الأسلحة بقى يا زميلي. في حاجة تاني؟ لا كده 12-9 خارجين منها. كده الأسلحة. بصوا بقى يا جدعان جينا لوقت الحسم. آخر حاجات يا جدعان. آخر 3 نقط. هل جبل يا جدعان هيعرف يجيب 3 نقط ويجيبني ده مثلا يعني مثلا يعني معاك الام 7 ده مثلا؟ احنا 12-9 يا جدعان. لا مش معايا. 13-9 يا جبل مش هتعمل رومنتادا. يلا البس. طيب معاك ال ثانية واحدة هجيب لك سلاح دلوقتي. هات اخرك فاضي. هات معاك اليوم بي ده. يوه استنى مش هتلاقيه. مش معايا. ماشي خش في اللي بعده. كده كام؟ 13-10. بص يا عم انا عايزك بقى تصد في اللي جاي. تعالى بقى يا زميلي. كده معاك السكار ده زميلي؟ لا. 14-10 يا جدعان بقى يا جدعان. مؤمن طيب. برضو طيب وريني. طيب حلو انك انت قلت سكار. معاك السكار ده؟ مش معايا. 14-11 3 نقط يا جبل. ها ركز. خش في اللي بعده. كده احنا جبنا سلاحين يعني لو عرفت تجيب النقطتين دول هتتعادل.
لو انت مستحيل تجيبهم يا جبل، انسى. معاك يا زميلي الاي كي ام ده، خلصت خلاص خلاص. ابلع لا مش ابلع. 15 12 يا جبل، 15 12 ولا 11 12 بتزود انت؟ ماشي 15 12. اخر اي كي ام ليك ولا اخر سلاح ليك؟ يا زود زود، كله في المونتاج موجود يا صاحبي. يا اه اخر سلاح ليك. معاك الكار دي؟ معايا. احلى مساء، بس مش مطوره يعني، مش اكيد مش هجيبها مطوره يعني. احلى مساء عليك. 16 16 كام؟ بلا 16 كام يا 16 12 16 12. طب يا جدعان انتوا شايفين دلوقتي مين اللي كسب ومين اللي استحق الفوز، انا ولا جبل؟ مين اللي كان بيخم يا جدعان، انا ولا جبل؟ اكيد مش انا طبعا يعني، صح؟ طب يا جدعان احنا كده هننهي الفيديو. تمام، لو انت عجبك الفيديو دوس لايك دلوقتي، ولو عايزنا نكتر من السلسله دي قول لنا تحت في الكومنتات. احلى مسا عليكم يا رجاله.